الندوة التطبيقية اللي شفناها الحين هي عن مسرحية الغبة لفرقة قطر المسرحية مهرجان الدوحة المسرحي. احنا كفرقة قطر المسرحية نحاول دائما نقدم ما هو الأفضل. من اللحظة الأولى لدينا حالة توتر عالية تضع المتلقي في حالة ترقب، هذا يمسك بالمتلقي من اللحظة الأولى ويجعله يندمج مباشرة في الحدث. طبعا الندوات هذه تفيد كل الفنانين على مستوى الإخراج، على التأليف، على الممثل يعرف هو إيش اللي قدمه بالضبط، وإن شاء الله نشوف الحركة المسرحية في قطر دائما في ازدهار.